في تعز المحاصرة تبدو مساءة رمضان مختلفة. إصرار على استقطاع لحظات بهجة يعيشها المواطنون هنا في مهرجان ليالي تعز الرمضاني المقام للعام الثاني بمنتزه التعاون وسط المدينة. ليلتان استمر فيهما المهرجان الذي أقامه مكتب الثقافة ومكتب الشباب والرياضة بتعز على ضفة مسبح المنتزه، تخللته فقرات فنية وإنشادية وابتهالات، ورافقتها مسابقات وجوائز للجمهور المتواجد، بالإضافة لتكريم عدد من المصورين ممن وثقوا جمال المدينة. اليوم مكتب الثقافة في تعز ومكتب الشباب والرياضة يقدمان مهرجان تعز، مهرجان ليالي تعز الرمضانية في موسمه الثاني على التوالي، مع ألمع نجوم الإنشاد والابتهال الديني في تعز. الزخم نفسه شهدته فعالية الليلة الثالثة بالحفل المقام احتفاء بعدد من مبدعي المدينة ممن حصدوا مراتب عليا في مسابقات عربية ودولية على مدى الأشهر السابقة. الاحتفاء بكوكب او بعدد من المتميزين في مجالاتهم، سواء في الصحافه الاستقصائيه او في نقد الشعر او في تلاوه القران الكريم، يعتبر دافع معنويا كبير لبذل المزيد من الجهود والتميز في مثل هذه المجالات، وتعز ولاده بالكثير من المبدعين في الجميع وفي شتى المجالات. الحفل التكريمي لكوكبة رفع اسم تعز واليمن عاليا في وقت تعاني البلاد من أزمات الحرب، جاء بمثابة تحفيز وتشجيع للمبدعين في المحافظة وجعلهم نماذج يحتذى بها. على خالد، قناة بلقيس، تعز.